شكرا جزيلا على حضوركم. آخر محاضرة أخذنا على كارل يونغ. شنو أهم الآراء اللي طرحها كارل يونغ؟ شنو؟ من اللاوعي. خلينا نسولف على اللاوعي الجمعي، أهم شيء اللي طرحها، الفكرة الجديدة اللي طرحها. تفضلي. بالمجتمع، بالبشرية كلها. أي بعد؟ بعد شنو اللاوعي الجمعي؟ لا، ذاك طرحه فرويد. يونغ طرح لنا اللاوعي الجمعي. شنو معناته اللاوعي الجمعي بسرعة؟ مضبوط. صحيح صحيح. شكرا شكرا. تفضل. مضبوط مضبوط. اوكي، الان ننتقل الى جاك لاكون، او جاك لاكان يسموه، بعد كيفكم. جاك لاكون هذا ايضا من اعمده مدرسه التحليل النفسي، يعني طرح نظريات ما نقدر نقول اهم من فرويد، وانما بموازاه فرويد، وحتى مرات تطور نظريات فرويد بشكل هواية لطيفة. واليوم احنا تحليل السياسي المبني على التحليل النفسي يعتمدون اكثر شيء على جاك لاكون. جاك لاكون يعني هواية طرح لنا، وسع بنظريات فرويد، فاحنا راح ناخذ شيء مختصر، لان جاك لاكون اكو يعني كورسات كاملة في الجامعات الامريكية يدرسون فقط نظرياته، فانه نغطيها في محاضرة واحدة هم صعب. وانا ايضا بالدكتوراه يعني من الامور اللي تخصصت بها هو جاك لاكون، النظريات السياسيه اللي طرحها، النظريات النفسيه اللي طرحها وطبقناها على السياسه وعلى الاستشراق وعلى الامور الثقافيه والاخري. على العموم فاحنا راح نختصر في شيء جدا مختصر فيما يهمنا في هذه المحاضره. بس سدي الابواب من فضلك، سدي الباب من فضلك. شاهد من فضلك، بس سدي الشباك. شكرا. اوكي، جاك لاكون صفحه 133. Similar to Freud, Jack Lacan believes that the unconscious greatly affects our conscious behavior. اتفق هو وفرويد بنظريه انه عندنا شنو unconscious، اللي هو شنو لاوعي. لاوعي كلنا نعرفه شنو وما يحتاج نعيده، بس يختلف عن فرويد. بمن يختلف؟ يقول unlike Freud who pictures the unconscious as a chaotic, unstructured, bubbling cauldron of dark passions, hidden desires and suppressed wishes, Lacan asserts that the unconscious is structured much like the structure of language. اللي اختلف بيه فرويد شو يقول؟ قال انه هي عبارة عن مخزن للذكريات السيئة والفوضوية والموحشة والمؤلمة. هنا أنا إيش قال لاكون؟ قال صحيح هي موقفة وموحشة وغير جيدة، ولكن منظمة منظمة، يعني كل شيء واضح به ومنظم، مو فوضوي مثل ما كان يقول فرويد، لا منظم. بما أنه منظم معناته قابل للتحليل، معناته شنو؟ قابل للتحليل وللفحص. Much like the structure of language، يقول بالضبط مثل بنيوية اللغة، بناء اللغة. هاي مقدمة. كان خلينا نروح على الصفحة اللي بعدها 134. Lacan's model of human psyche. طرح لنا كل شو هاي نظريات لاكون، بس هي أهمها طرح تطور الطفل، تطور الطفل في حياته منذ لحظة الولادة وصولا إلى مراحل متأخرة في حياته. Similar to Freud, Lacan devises a three-part model of the human psyche. In Freud's model, the interactions of the id, ego, and superego greatly determine our behavior. Underlying Lacan's model is the basic assumption that language shapes and ultimately structures our unconscious and conscious minds, while also shaping our self-identity. طرح لنا ثلاث شغلات، شنو هن؟ Structure. أيضا طرح لنا قال الإنسان مكون من ثلاث مراحل، أو نفسية الإنسان أو عقل الإنسان مكونة من ثلاثة أجزاء. شنو هن الثلاثة أجزاء؟ For Lacan, the human psyche consists of three parts or orders. The imaginary order. The imaginary order هو الجزء الأول. The symbolic order, ثاني, and the real order.
خلينا نشوف شنو هو imaginary order. خلينا نشوف واحدة واحدة. أول واحدة as in Freud's model, each of the orders interact with each other from birth until somewhere around 6 months. We function primarily in the imaginary order. يقول منذ لحظة الولادة حسب هذا التفصيل منذ لحظة الولادة حتى 6 أشهر من عمر الطفل يمر بمرحلة شيء يسميها imaginary order. imaginary شنو نقدر نسميها؟ مرحلة المخيلة إن صح التعبير. مو صحيح نقدر نسميها مخيلة بما أنه دفعة القواميس فأيضاً ساعدوني بالترجمة زين. فimaginary order هو معناته مرحلة المخيلة. شنو هي مرحلة المخيلة؟ الطفل يمر بها منذ لحظة الولادة إلى 6 أشهر. That is in the part of the psyche that contains our wishes. هو هذا الجزء من العقل اللي يحتوي على شنو؟ Our wishes. معناته شنو؟ أماني أو أمنيات. بعد Our fantasies. Fantasies شنو هو؟ المخيلة. قلنا الفانتسيز يختلف عن imagination صحيح؟ قلنا المخيلة اللي نبني العالم على أساسها. المخيلة إحنا الكذبة أو المخيلة اللي نصنعها عن العالم وإحنا نصدق بيها ونبني حياتها على أساسها. المهم fantasy. بعد And most important our images. صورتنا على نفسنا. هسه راح نجيب التفصيل. In this phase of our psychic development we are joyfully united as one with our mother, receiving our food, our care, and all our comfort from her. يقول بهاي اللحظة، لحظة المخيلة اللي الطفل يمر بها، اللي عندهم أطفال يعرفون جاي أحشي شلون هذا صاحبنا، اللي عنده طفل يعرف جاي أحشي، جاي أسولف. أو إذا ما عندكم أطفال ممكن تشوفون مثلاً في أقربائكم. بهاي المرحلة منذ شهر لحظة الولادة إلى الشهر السادس من حياة الطفل، الطفل بهاي اللحظة بهاي اللحظات 100% من دون ما يشعر هو أصلا معتمد على أمه في الأكل والأمن، إيجاد الأمن، وبعد شنو؟ والحنان والمحبة والاهتمام والمشاعر، يعتمد عليه في هذه اللحظة تماما على الأم. ولهذا يعتبر نفسه الطفل بهاي اللحظة هو والأم كيان واحد، هو شخص واحد، ما يعتبر نفسه هو المنفصل عن الأم، يعتبر نفسه هو والأم هو جسم واحد وكيان واحد. هاي اللحظة هسه راح نعرف إنه شنو معناته، شنو الأهمية هذا الشيء. لا كلش مهم هذا الشيء، لأن بعد هاي المرحلة راح نفقد هذا الإحساس وراح تبدي عندنا مشاكل. فهاي اللحظة الوحيدة في حياة الإنسان اللي يحس نفسه واحد هو والأم في كيان واحد في جسد واحد، ما يحس نفسه هو المنفصل عن الأم تماما، يعتقد إنه هاي الأم وأنا نفس الشيء جسد واحد. بهاي اللحظة In this pre-verbal state, we rely on images as a means of perceiving and interpreting the world. Consequently, our image of ourselves is always in flux because we are not able to differentiate where one image stops and another begins. يقول بهاي اللحظة 6 أشهر الطفل يرى العالم على شكل صور وليست مفاهيم. أكو فرق بين أنه أنت تفكر وتفكر وتفتهم في موضوع معين، أو مرة أنه تشوف صورة، يشوف العالم على شكل صور زين، وما يعرف فرق بين هذه الصور، أنه يشوف هذا مثلا صورة رجل، هذا صورة امرأة، هذا صورة حائط، هذا صورة مثلا حيوان، هذا صورة كتاب أو تلفزيون، ما يعرف شنو، بس مجرد يشوف صور، بس شنو الفرق بيناتهم ما يقدر يفرق بيناتهم. فيقول المرحلة اللي بعد هاي 6 أشهر شو راح يصير عند الطفل تطور؟ Somewhere between the age of 6 and 18 months. الآن بين 6 أشهر إلى 18 شهر، معناته 18 شهر يعني شقد؟ سنة ونص زين؟ بهاي المرحلة شو راح يصير عندنا؟ الطفل وين راح يدخل؟ بأي مرحلة؟ We enter what Lacan calls the looking glass or mirror stage. In this stage, we literally see ourselves in a mirror while metaphorically seeing ourselves in our mother's image. Observing this mirror image permits us to perceive images that have discrete boundaries, allowing us to become aware of ourselves as independent beings who are separate from our mothers. This mirror image
of ourselves as a whole and complete being is an ideal and illusion because unlike the actual mirror image, we are not in full control of ourselves. We cannot, for example, move our bodies as we want or eat when we so desire. بهاي المرحلة الآن بدأ شنو؟ الآن بدأ يميز نفسه ككائن مستقل عن الأم. زين؟ وبالأخص عندما ينظر إلى المرآة مرآة ويسموها mirror stage. من ينظر نفسه بالمرآة بدأ بهاي المرحلة من 6 أشهر إلى سنة ونص بدأ يميز أنه هذا الشخص اللي أشوفه بالمرآة هو أنا. هذا مختلف عن الأم. إذن شنو الآن بدأ يميز الآن صاروا شو اسمه ولكن بقى شو يقول ويا نفسه يقول أنا مصنوع على هيئة الأم أنا مخلوق على هيئة الأم على صورة الأم فيعتقد نعم أول شيء يعتقد أنه هو كيان واحد جسد واحد الآن لا قال صحيح الآن مفصول أنا عن الأم ولكن أنا مخلوق بهيئة الأم وهذا يذكرني بموضوع معين أنه في التوراة من تقرون التوراة وحتى هاي بعض الروايات اللي موجودة في المصادر الإسلامية شو يقول؟ يقول الله خلق الإنسان على هيئته I created man in my own image أنا خلقت الإنسان على هيئتي الله يخاطب في التوراة موجود هذه الآية وفي بعض الأماكن الأخرى طبعا هو أيضا مرفوضة هاي الرواية لأنه الله ما معقول يعني أنا هذا هيئتي مخلوق على هيئة الله فهذا شوية بها مشكلة على العموم هذا هنا البشرية بعد كانوا يعتقدون هم الإله هم يعتقدون نفسهم هم سادة هذا العالم الآن بدأ يميز أنه لا دخل إلى مرحلة أخرى شو مرحلة الطفل دخل من 6 أشهر إلى سنة ونص بدأ يميز أنه أنا منفصل عن الأم الآن أيضا البشرية بدأت تميز نفسها أنه خلص أنا مفصول عن الإله أنا مو إله ولكن مصنوع على هيئة الإله أنا مصنوع ومخلوق على هيئة الإله ولهذا بعد الإنسان في هذه الفكرة هو في مرحلة الطفولة ليش؟ لأنه لحد هاي اللحظة يحتاج الأم يحتاج أنه يكون على شكل الإله حتى يشعر بالقوة زين؟ من أنا أقول أنا مجتبى مخلوق على هيئة الإله شنو معناته؟ معناته أنا عندي سلطة أنا عندي رهبة أنا عندي كيان أنا عندي هيمنة على المجتمع هذا اللي أريد أوصل له ليش؟ ولهذا أقول أنا مخلوق على هيئة الله كذلك الطفل يقول أنا مخلوق على هيئة الأم ليش؟ لأنه يحتاج القوة يحتاج المصدر ما يقدر يقول أنا منفصل عن الأم تماما يقول لا أنا مخلوق على هيئة الأم حتى يحس بحالة من القوة وكذلك البشرية من يقولون أنه هو مخلوق على هيئة الإله في هذه الآية التوراتية يشعر بمرحلة من الطفولة بعد البشر بهذه المرحلة فيما بعد نشوف أنه البشرية شلون انتقلت كما انتقال الطفل إلى مرحلة أخرى راح نشوف نكمل فيما بعد According to Lacan, during the mirror stage, we come to recognize certain objects as being separate from ourselves, what Lacan calls object petit a. This term is usually translated as object little a, although Lacan wished the phrase to remain untranslatable. These objects include eliminating bodily wastes, our mother's voice and breast, and our speech sounds. When these objects or sounds are not present, we yearn for them. Lacan says, such objects become symbols of lack for us, and this sense of lack will continue to plague us for the rest of our lives. هنا شو يقول؟ بالمرحلة اللي بعدها، بعدنا في مرحلة اللي احنا بعدنا لحدنا في imaginary order، في الآية العالم المخيلة. بعدها شو يبدي يسوي الطفل؟ بدأ الآن بعد بدأ يستقل عن الأم بشكل أكثر. بدأ يستقل عن الأم بشكل أكثر بدأ يأكل مو صحيح بهاي الفترة بعد هو طفل في أي عمر يبدأ يأكل شوية توكله 4 أشهر هاي شنو هاي أنت يا هو أنت شنو أنت كان يسأل الأمهات أنت شنو أنت ستة أشهر بدأ أي فبهاي الفترة بدأ زين يا نوع حفاضة تستخدم الطفلة يا نوع شوف
لا هو يبدل اصلا. استعمل لي الشغلات هذا مستهلك. الله وش كذا اقول هو لا معذور. انا قلت الامهات معذورات عن حضور محاضرتي، فانت معذور يعني. المهم موضوع مشوق بس له. اوكي هنا بهاي الفتره ايش راح يصير عند الطفل؟ راح يعني يحس بالاستقلاليه اكثر فاكثر. pay attention please, pay attention, thank you ladies and gentlemen, please, thank you. هنا بدا الطفل شيء فشيء يكشف انه يستكشف نفسه ويشعر انه هو مستقل بشكل اكثر عن الام، بشكل اكثر عن الام. بما انه بدا يكتشف انه هو مستقل عن الام، معناته بدا يبتعد عن الام شويه شويه، بدا يبتعد عن الام. هذا الابتعاد عن الام، احنا شنو قلنا؟ الام كانت تمثل، هو تمثل شنو الام بالنسبه للطفل؟ القوه والحمايه والطعام، اهم شيء هو الطعام والحنان والدفء اللي كان يحتاجه الطفل. زين، فهو يعني يشعر انه العالم النعيم الجنه هي الام. بهاي المرحله يعتقد انه كل شيء اللي يحتاجه بهذا العالم موجود عند الام. فبدا بما انه بدا يكتشف انه هو مستقل عن الام، بدا يبتعد عن الام. هذا الابتعاد عن الام بدا شنو؟ بدا يفقد هاي اللذه اللي كان موجوده عند الطفل، لذه الطعام والحنان والدفء والحمايه اللي كان موجود عند الام، بدا يبتعد وبدا يفقدها شيئا فشيئا. هذا الفقدان لهذه الامور يؤدي الى وجود رغبه للعوده الى هذه المرحله، وجود بحاجه الى ان الطفل شنو بدا يفقد، يشعر بحاله من الفقدان، بحاله من النقص بدا يشعر هنا. وهذا هنا يصير عنده حاله من الاوبجكت بيتيت ا، يسميها لاكون اوبجكت بيتيت ا، وهي حاله الفقدان، فقدان اللذه اللي كان يشعر بها، الفقدان. بدا الطفل هنا يفقد هاي اللذه اللي كان يتمتع بها، الطعام والمحنه اللي كان يتمتع بها من جهه الام. ولهذا دائما يحب يعود الى هذه المرحله، الانسان دائما يعود الى هذه المرحله. وهذا اللطيف الموضوع، انه هذا العقده، هذا النقص عند الانسان يبقى يطارد الانسان على طول حياته، على طول حياته يبقى يطارد هذا الفقدان الام او التماس مع الام اللي كان عنده موجوده ايام طفولته، من حنيه، من طعام، من حمايه. بعد ان فقدها تبقى هذه العقده، عقده الفقدان، فقدان الام، مو فقدان الام بموتها ولكن بابتعاد عنها، ابتعاد الجسدي عنها، ابتعاد هذه ابتعاد الطفوله عن الام. زين، يبدي يطارد الانسان، هذه العقده تبقى تطارد الانسان على مدى حياه الانسان. ولهذا دائما يحاول يسد هذا النقص، دائما يسد هذا النقص بعده طرق، يحاول انه يرجع الى الام، يرد الحنيه، يحاول يقترب من الام بالمشاعر، يحاول يستذكر هذه الذكريات اللي هو فاقدها صار له سنوات، او حتى ممكن يحاول انه يتزوج امراه شبيهه بامه، تشبه امه في اخلاقها، في تصرفاتها، في الحنيه اللي عندها، في العواطف اللي عندها، في الحمايه النفسيه اللي ممكن توفرها الى. يبدي يبحث عن امراه تشبه امه، يبدا يبحث عن زوجه تشبه الامه. ولهذا ليش هذا يجي من هذا الفقدان اللي كان موجود عند الطفل، ابتعاد عن الام، او ابتعاد عن الام، او مثل ما قلت تكون فقدان الام، فقدان الام ليس جسديا ولكن عاطفيا. ولهذا من يحاول يحب امراه الرجل، هنا انا اوبجكتيت شوي بها بعض التفاصيل. اللي ما احب يعني ادوخكم بها وايد تفاصيل، ولكن هذا هنا أنا يدخل بها اوبجكتيت بس ذات باتش. شكرا. ولهذا شوفون انه واحد من يشعر بحاله من الحب،
مثلا اتجاه امرأة معينة للزواج يتزوجها، هو في الحقيقة ما يحب المرأة نفسها بقدر ما يحب شغلة مفقودة عنده، يشعر أكو عنده حاجة من النقص، عنده حالة من الفقدان داخله، ولهذا يحب المرأة اللي يريد يزوجها ما يحبها نفسها ولكن يحب الصفة اللي هو مفقودة عنده. زين، ولهذا ممكن فيما بعد أنه يكتشف أنه هذه الصفة كانت هي من صنع مخيلته مو حقيقية، ويتلاشى الحب وتبدأ المشاكل. ولكن هو في الحقيقة ما يحب الزوجة بقدر ما يحب الحالة النقص اللي عنده عند المرأة الأخرى، يبحث عن هذا أنه يسد الفجوة اللي موجودة عنده، فجوة الابتعاد عن الأم، فجوة الابتعاد عن الحنية والمحبة والحماية النفسية والحماية العاطفية اللي كانت موجودة عند الأم، يحاول يسترجعها. فهو يحاول يملأ فراغ عنده، يملأ نقص عنده، يحاول يبحث عن هذا عند المرأة. ولهذا الرجل ما يحب المرأة بقدر ما يحب الصفة اللي موجودة عنده. ولكن بعد ما يكتشف أنه فيما بعد الزواج ممكن شوية شوية الأمور تسترجع عادية وطبيعية ويصير حالة من الملل، فيما بعد أنه من يكتشف أنه هذه الصفات اللي هو كان صانعها عن الزوجة ما موجودة مثل ما موجودة في مخيلته، يشعر بحالة من الإحباط، يصيب حالة من الإحباط. والإحباط من تبدأ عند الإنسان، زين، يبدي ينتقم من نفسه أنه أنا كنت مصانع مخيلة عن الزوجة اللي موجودة عندي. ولهذا بدل ما ينتقم من نفسه دائما الإنسان يحب يذب اللوم على الآخرين، فيبدأ يذب اللوم على الزوجة وأنه أنت خلص أنت مو مناسبة إليه لأنه أنت كذا وكذا. هو بالحقيقة مو لأنه هي مناسبة، هي زوجة هي نفسها قبل الزواج وبعد الزواج، ولكن اكتشف أنه المخيل اللي صانعها عن الزوجة أنه هذه الصفة اللي موجودة عندها راح تملأ الفراغ اللي عندي، النقص اللي عندي، من ما قدرت تطي هاي العواطف وما قدرت تسد هذا النقص اللي عند الرجل، الرجل يصير عنده حالة من الإحباط وتبدأ المشاكل بهذه الطريقة. فلهذا الرجل ما يحب الزوجة ولكن يحب الصفات اللي موجودة عندها تملأ النقص اللي عنده بسبب فقدانه وابتعاده عن الأم، هذه المحنة والحنية والحماية اللي كانت موجودة عنده. بالضبط، لاكون هنا طور نظرية الأوديبس كومبلكس، عقدة أوديب، طورها بشكل آخر. بالضبط، نعم بالضبط بالضبط، لكن شوية طورها بعد أكثر، بس هو نعم بالضبط امتداد لنظرية فرويد. ولهذا الإنسان حقيقة بهاي اللحظة هي عنده حالة من الأنانية، هو الحب حالة من الأنانية، هو في الحقيقة الحب مو لأنه أنت تحب الشخص الآخر، لأنه أنت تحب نفسك، تحب نفسك وتبحث عن شخص يملأ هذا النقص اللي عندك محبة بنفسك ورأفة بنفسك. ولهذا أنت عندك نقص وتشعر بحالة من الألم، تروح تحب شخص حتى يملأ هذا الفراغ، فهذا حالة من الأنانية، الحب حالة من الأنانية، وإنما وليس حب حقيقي، وإنما حب لنفسك، حب لذاتك، بحث عن نفسك وعن ملء الفراغ اللي أنت تعاني من عنده والنقص اللي تعاني من عنده. هاي حقيقة الحب، هاي حقيقة النظرة من جهة لاكون. أما تعرفون إحنا عدة مدارس عندنا في هذا الموضوع، مثلا أرسطو وبليتو عندهم آراء أخرى. نعم، احنا هنا اذا نسبنا لاكون فكل الرجال، كل الرجال بالمناسبه هذا مو شيء. نعم كملي اذا عجي صح. نعم، اي انسان عنده نقص في داخل، اي انسان، او قلت لكم نقص الابتعاد عن الام، هذا يعني كلكم عندكم امهات وكلنا ابتعدنا عن امهاتنا، مو صحيح؟ جسديا احنا ابتعدنا عن امهاتنا بعد ما كنا نتغذى من الام، والام كانت تحضننا والام كانت تعطينا الحنان اللي نحتاجه، بالتالي كنا انفصلنا عن الأم. هذا الانفصال سبب لنا عقدة، سبب لنا حالة من النقص، فكلنا عندنا نقص، الرجال والنساء، وكذلك المرأة أيضا من تحب رجل، نفس القاعدة بالمناسبة، من أقول رجل يحب مرأة نفس النظرية تنطبق على المرأة، من تحب رجل أنه تحس بحالة من الفراغ العاطفي اللي عنده تحاول أنه رجل يملأ الفراغ، وكذلك الرجل عنده فراغ عاطفي بسبب الابتعاد عن الأم وتحاول أنه تبحث عن شخص، يبحث عن شخص تملأ الفراغ. هذا هنا يعني هم بالضبط، ملاحظة جيدة، هذا ملاحظة جيدة، أنه ممكن هاي هم مشكلة نعتبرها، المشكلة أنه اقتصر جميع المشاكل في حالة واحدة، هذا هم ممكن نعتبره خطأ. بس فيما بعد هو قال أنه ما نقدر نعين مشكلة واحدة أو نظرية واحدة لكل المشاكل، هو بعدين تراجع عن بعض الآراء، بس هاي لحد الآن ماشي عندنا تقريبا، إحنا نتخذها في
الدراسات النقدية ودراسات النفسية نتخذها ونتبناها. لا لا ما يتركها، وصل اللذة اعتاد على اللذة يدور على اللذة أخرى، يدور على اللذة أخرى. بالضبط هو بعد ما مثلا شخص يتزوج هي المشكلة وين؟ أنه اكتشف أنه هاي المخيلة اللي إحنا قلنا مخيلة هي عبارة عن أمور غير واقعية يعيش على أساسها. فمن صنع مخيلة عن الزوجة أو المرأة من صنعت مخيلة عن الرجل وطلعت هاي المخيلة غير حقيقية، هاي المخيلة المثالية. عرفون أنتم دائما تتعاملوا مع الآخرين على خصوص من تحبون شخص معين، تصنعون أمور مثالية جدا عن الآخر، والأمور المثالية هي عبارة تكون أكاذيب وغير حقيقية. بعد ما تنصدمون بالواقع، بعد ما تدخلون في عالم الريال، بعدين نوصل إلى ذاكون، راح تكتشف إنه عالم الحقيقة، راح تكتشف إنه هذا غير واقعي. يصير عندك حالة من الإحباط وحالة من الغضب، وتبدأ المشاكل بلوم الآخر إنه أنت كذبتي علي، أو أنت تقولين أنت كذبت علي وأنت ما بينت واقع. لا، هو ما كذب عليك، هو هذا حقيقته، بس أنت أو أنت بنيت مخيلتك على أساس أمور غير حقيقية وبعدين انصدمت بالواقع. فهذا موضوع الأوبجكتيفيتي هو حالة من اللاك. اللاك معناته شنو؟ اللاك الفقدان، الحرمان أو النقص، زين، مبني على هذا اللاك، وإنسان دائما يحاول يملأ هذا الفراغ اللي عنده. أوكي، خلينا نكمل. While we are passing through the imaginary order, one great consuming passion dominates our existence. The desire for our mother. احنا وبعدنا في imaginary order، قلنا imaginary order بعدنا مستمر لحدنا بسنة ونص بسنتين، بعدنا مستمرين. وصلنا إلى 3 سنوات، راح نعرف ايش راح يصير بالكذا سنوات، راح نشوف بعد شوية، بس احنا بعدنا بهاي المرحلة. وشعرنا بفقدان الأم، بفقدان الأم، ابتعاد عن الأم جسديا وعاطفيا، وهذا بالتالي راح يولع عندنا حالة من الرغبة بالرجوع إلى الأم، الرغبة بالحصول على الأم مرة أخرى. زين، mother we believe can fulfill all our wishes just as we can fulfill all of her of hers, but we like our mothers before us must learn that we are separate entities who can never be totally unified with our mothers. Lacan says that such total unity and wholeness are an illusion. هنا تبدأ أيضا دوامة من الأخرى، من الوهم، ودوامة من الفراغ والعقد النفسية الأخرى. دائما إنه أنا أحاول أسترجع أمي عاطفيا وجسديا، أرجع لها، أحاول أحصل على المحبة اللي فقدتها بس ما أقدر أحصل، وتبدأ أيضا حالة من الإحباط، وأرجع مرة ثانية أحاول وتبدأ حالة من الإحباط. فهنا تبدأ عندنا حالة من الفراغ النفسي أو العقدة النفسية اللي راح تبقى طاردنا مدى الحياة، مدى الحياة. هاي بالحالات السليمة والعادية. فكيف إذا كانت الأم هي أصلا غير جيدة مع أطفالها؟ هنا راح تسبب عقدة مراكمة ومضاعفة. هنا احنا جاي نحكي عن الأم الحبابة الطيبة الرؤوفة الحنونة، أما هي أصلا إذا كانت الأم غير جيدة وغير مثالية، هاي بعد بحث آخر احنا ما راح ندخل فيه. احنا نحكي على الحالة الأم الطيبة. وإنها قلنا، ولهذا هذا أحد أسباب غضب الطفل. غضب الطفل واحد من الأسباب اللي يشوفه بهاي الفترة هو هذا الابتعاد عن الأم. الابتعاد عن الأم يؤدي إلى حالة من الإحباط وإلى حالة من الغضب. وهذا إذا طبقناه على الحالة الاجتماعية اللي إحنا عايشيها والأخص في العراق، صنعنا إحنا مجموعة من الأوهام عن نفسنا إنه إحنا جدا مقربين إلى الله، إنه إحنا شعب الله المختار وإحنا شعب جيد جدا. ولهذا من بدأنا نحس بأنه إحنا جاي نبتعد عن الله شيئا فشيء، كابتعاد الطفل عن الأم. قلنا ابتعاد الطفل عن الأم شيء يسبب حالة من الإحباط وحالة من الغضب. كذلك إحنا بعد ما كنا صانعين مخيلة وهمية أنه إحنا جدا مقربين إلى الله،
بدنا نبتعد عن الله، وهي مجموعة من الأكاذيب اللي صنعناها عن نفسنا إنه إحنا شعب الله المختار. هنا بدأ عندنا حالة من الغضب، هنا بهاي الحالة يبدأ عندنا حالة من التطرف، التطرف اتجاه الآخر، إنه نبدأ نلوم الآخر، نبدأ نلوم المجتمع، نبدأ نلوم الظروف، نبدأ نلوم الكفار. إحنا نسميهم كفار ليش؟ إنه إحنا أصح عندنا حالة من التطرف، حالة من العصبية، زين نعتبر إنه هذه المشاكل اللي عايشيها إحنا بالمجتمع هو بسبب ابتعادنا عن الله، هو إحنا أصلاً ما كنا مقربين إلى الله، فكيف نبتعد عن الله؟ إحنا أصلاً ما كنا قريبين إلى الله، فالمشاكل اللي يصير تعتقد إنه هذا بسبب ابتعادنا عن الله، كابتعاد الطفل عن الأم، وهنا تبدأ تلوم الآخرين إنه أنتوا المخ شوادم، أنتوا ما ليش أنتوا جاي تسببون هذه الفوضى بالعالم ليش؟ لأنه إحنا بسبب أفعالكم جاي نبتعد عن الله، والابتعاد عن الله يؤدي إلى كوارث طبيعية وصحية ونفسية، فإذا أنتوا صوش يبدأ هنا حالة من العنف في المجتمع. فهنا أيضا إذا ينطبق نظرية لاكون على العنف الاجتماعي ممكن ينطبق عليه بشكل ممتاز. أوكي. نكمل اللي بعده. Once we learn that we are individual beings who are separate from our mothers, we are ready to enter Lacan's second developmental phase, the symbolic order. هنا كملنا المرحلة المخيلة أو الخيالية للطفل من الصفر وصولا إلى تقريبا 3 سنوات. يبدأ عندنا حالة من يسموها بـ symbolic order. شلون نترجمها دفعة القواميس؟ المرحلة الرمزية نقدر نعتبرها، مو صحيح؟ مرحلة رمزية symbolic order. إيش في هذا symbolic order؟ المشاكل تبدأ هنا، المشاكل الحقيقية والنفسية تبدأ في هذه المرحلة. إيش فيها؟ وبالمناسبة كلنا مرنا بها، يعني مو عبالكم أنتم ما مرتوا أو كلش جيدين وأنتم يعني متزنين نفسياً، ولو أنا استبعد يعني، بس يعني عبالكم كلش أنتم، بس كلنا مرنا بهذه symbolic order. هنشوف شنو symbolic order والمشاكل اللي موجودة بها بالنسبة للطفل. Whereas the mother dominates the imaginary order, the father dominates the symbolic order. في مرحلة المخيلة imaginary order، الأم هي المهيمن على هذا العالم، عالم الطفل. الأم هي مصدر العالم بالنسبة للطفل، كل شيء هو الأم. الطفل ما يعرف أنه أكو أب بالموضوع لأنه ما عنده إدراك لهذا الحالة، يعرف فقط شنو؟ الأم هي مصدر الغذاء، مصدر الحنية، مصدر الدفء، مصدر الحماية والآخر. فهو فقط يعرف الأم بهاي المرحلة. عند الدخول إلى عالم الرمزية symbolic order، هنا راح يبدأ عالم الأب. مع دخول الأب إلى هذا العالم راح تبدأ المشاكل. مو معناته أنه الأب مخش، ولكن هو الطفل راح ينصدم بعالم جديد. شنو هو؟ In this phase we learn language. المشكلة وين تبدأ؟ المشكلة تبدأ مع تعلم اللغة. مع تعلم اللغة. اللغة شبيهة، شنو مشكلة اللغة؟ شنو مشكلة اللغة؟ تعلم اللغة شنو مشكلتها؟ بالعكس شيء جيد، مو صحيح؟ بس أكو بها مشاكل. اللغة نعم شيء جيد، ولكن بمشاكل اللغة. مع تعلم اللغة راح تتعلم القوانين. والقوانين شنو وظيفته؟ وظيفة القانون. وظيفة القانون وضع حد للملذات وكبت ملذاتك، وضع حدود، وضع قيود وسلاسل على ملذاتك، وضع عقوبات على حياتك، أنه خلص خلالك حدود، خلالك سياج، لا تعبر هذا السياج، لا تعبر هذا الحد. فاللغة تعلمك نعم مفردات زائد قوانين. مع دخول في عالم اللغة راح تدخل في عالم القوانين. أنت سابقا كنت حر قبل لا تدخل في مرحلة symbolic order، قبل تعلم اللغة في عالم الأمومة، في عالم المخيلة إن صح التعبير، كنت عايش مع الأم، عايش بتمام الحرية، تبكي بذيش اللحظة يجيك الأكل، نعست إجاك النوم، ظلت تبكي إجاك الحنان والشبقة، فكل شيء موجود. يعني أنت ما عندك حال، ما عندك نقص، كل شيء تريده موجود في مرحلة الطفولة، مو صحيح؟ أنتوا شايفين أطفال من يبكي كل شيء يتوفر له، فماكو عنده أي قيد، حر 100%، ماكو شيء اسمه لا، نو ما موجود هذا الشيء. ولكن مع دخول عالم اللغة تدخل القوانين وياك، القانون بدأ يقيد حريتك، بدأ يقيد الوشز ماتك والأمنيات ماتك والطموح ماتك. الآن بعد ماكو عند من تبكي تحصل على كل شيء، لا، من تبكي ممكن يجيك راجلي، من تبكي ممكن تجيك صيحة، تجيك عقوبة،
ليش؟ لأن دخلت في عالم اللغة، مع اللغة بدأت القوانين، بدأت العقوبات، بدأت الحدود هنا عندنا. نكمل. Lacan would argue that in actuality language masters us because Lacan believes that it is language that shapes our identity as separate beings and molds our psyches. يعتقد لاكون بأنه مع الدخول في هذا العالم اللغة تبدأ تصنع هويتنا وليس العكس. مو احنا نصنع هويتنا بنفسنا، وانما اللغة اللي تتعلمها تبدأ تصنع هويتك. شنو معناتها هويتك؟ هويتك يعني كيانك، يعني طريقة تفكيرك، شخصيتك، برستيجك، وضعك بالمجتمع. اللغة حسب لاكون اللغة هي اللي تصنع هويتك وليس العكس. فلهذا تشوفون انه اختلاف اللغة يؤدي الى اختلاف الهوية. يعني احنا اكتسبنا اللغة العربية، اللغة العربية صنعت هوية خاصة بنا. ليش اللغة العربية صنعت؟ لانه اللغة مو عبارة عن مجموعة من الكلمات والقواعد والمفردات وانت تتعلمها، لا. اللغة تنطيك عادات، اللغة تنطيك ثقافة، اللغة تنطيك تاريخ، اللغة تنطيك مجتمع، اللغة تنطيك قوانين، اللغة تنطيك سوبر ايجو، اللغة تنطيك وجودك وكيانك في وكل شيء تنطيك اللغة. زين، ولهذا من تتعلم اللغة العربية راح تصير هوية خاصة ومختلفة عن الآخر. تتعلم اللغة الإنجليزية، الطفل اللي ينولد في أمريكا راح تكون هويته مختلفة تماما. اللي ينولد مثلا في الصين راح تكون هويته مختلفة تماما عنك. زين، مو لأنه هو يعني غير بشر، لا، لأنه هو أصلا اللغة اللي تعلمها مختلفة، واللغة تعطيك هوية مختلفة وكيان مختلف. ولهذا احنا لازم دائما نتعامل مع الآخرين حسب اللغة اللي عنده. انت اعرف لغته راح تعرف شخصيته، اعرف لغته راح تعرف تاريخه، راح تعرف ثقافته، راح تعرف وجوده، وراح يقل عندك حالة من العصبية اللي عندك. مو العصبية الأعصاب، وإنما عصبية التطرف اللي عندك. من تكتشف انه كل انسان ممكن تكون عنده تفكير مختلف، ممكن يكون عنده حاجة مختلفة، ممكن عنده طموح مختلف، ثقافة مختلفة، واللي يكتسبها مع اللغة. فإذا اللغة هي اللي تصنع هويتك وليس العكس حسب لاكون. هنكمل. Using linguistic principles formulated by the founder of modern linguistics, Ferdinand de Saussure, Lacan declares that we differentiate between individual sounds and words on the basis of difference. We know the word might, for example, because it is different from sight, and we know hill because it differs from bill. Knowing and mastering this concept of difference enables us to enter and to pass through the symbolic order successfully. المهم هذا بحث لغوي ما اريد ندخل به. احنا نكتفي بهذا المقدار لانه سيمبوليك ببعض الكلام، ودور الاب راح يدخل ايش راح يسوي الاب هنا، وشنو المشاكل اللي راح تبدا مع دخول الاب الى عالم الطفل والى حياه الطفل والقوانين اللي يفرضها. المهم ان شاء الله نكمل. شكرا جزيلا على حضوركم، وشكرا على حسن استماعكم.